رسول الله جيكو سبتية تاريخ دنية لواتي لما دي جولاي لما كون لواتي سيد مدحوينها دولة دكون فرق البيت مدن عبد عسيس حسن محمي تلف تقرين يسكو شاندين يوم اقاويس عصوب كسوبي كلها وزيرة دولة دكون فرق البيت حير مدحوينة الار صدوي سغال لواتي لما دي جولاي لما كون لواتي سيد حباتي وانا كساب سنغ مقاووكو حبنو كلها وزيرة اي دولة دكون فرق البيت مدحوني لفت قرن مركيوس أرغي دستور كدولة دو كونفور قلبيت سوماليا قضبك فرتي سيادات فرقد لامات يو قضبك كونتفايا فرات فرقد كوات مركيوس أرغي باحد اللنقابة دردر جيلين تو هولها دولة يو أهمية دو قلها وزيرة دي دولة دو كونفور قلبيت مركيوس التح جيلي أقوانتي يو واي أرغني مدى مدانيال كون جاقدها سعوت لنق مقعاوي ميها ساري حيركم قضبك كوات مقعاوي كقلها وزيرة دولة دو كونفور قلبيت جيك او اي تاريخ ده لباتي لما ده جولاي لما كون لباتي سديده لكو بلا وقت مدحوينها دولة ده كون فرق البيت مدني عبد عسيس حسن محمي تلف تقرين يا مقا عوي حبنوغون عصب اي قولها وزيرة ده دولة ده كون فرق البيت صدق حسن مقا عيديو هوستون إبراهيم آدن علي نجح يلن مقا عوي وزير كوزارة ده عدالة ده يواري مقرصور كدولة ده كون فرق البيت حسن عبد القادر محمد يلن مقا عوي وزير كوزارة ده أمني جوجو دولة ده كون فرق البيت نصر أويس يا حسين يلن مجاعوي وزير كوزارة هوانكا يهو هول إنسانكا مصطفى أحمد إيدو يلن مجاعوي وزير كوزارة والبرشادة هيده يو تعليم تسري إساق علي صوبك يلن مجاعوي وزير كوزارة بيرو يورابك دولة دا كونفور قلبيت علي شيخ عبد الله علي أفقوية يلن مجاعوي وزير كوزارة دكيدو يو قاديد كبدا محمد إساق إبراهيم يلن مجاعوي وزير كوزارة معدن تيو بترولك دولة دا كونفور قلبيت سعيد أحمد علي عمر يلن مقعوي وزير كوزارة الدستور كدولة كونفور قلبيت عبد الفتاح محمد علي أبرونة يلن مقعوي وزير كوزارة كلوميسك يخيرات كبدا إنجينير ديني عبد النور محمد يلن مقعوي وزير كوزارة بيئة يو إزبدل كعمل هذا دولة كونفور قلبيت نور سيدو بابا يلن مقعوي وزير كوزارة دين تي وقافت دولة كونفور قلبيت دكتور محمد إبراهيم نور يلن مقعوي وزير دولة مدحتوية دولة كونفور قلبيت محمد حسين حسن عداوة يلن مقعوي وزير كوحيجينكا وزارة الجاذيدكا محمد قيس حسن محمد يلن مقعوي وزير كوحيجينكا وزارة الاليارد يعيار دولة دا كونفور قلبيت عمر داود خليف ينكا دنبين لن مقعوي وزير كوحيجينكا وزارة معدن يو بترولك دولة دا كونفور قلبيت هيركم ما يدغن قلنا غذي مركيو سيخ مدحوينها دولة دا كونفور قلبيت وانا صحيحي وبالله توفيق بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دعالة أدون كمال والبو أكد جوكتان كسو دوادة ورباهنتي نكوبة هودي ساوثن ميديا كوبريشن أو لوسا غابي SMC اسكو شاندين تي اقو ويني تاريخ دا انتلوغي هاي ايو سمييي مدح ويني لفتا غرين دولة دا ميلان تاريخ دا انتلوغي هاي اسكو شاندين تا نوع عن او كلا من نقانو حتى وسيرو هير فدرال وحاندي لا حل ديبانو هير فدرال ايا وحا لو مقعابي وسير نمو دولة قبلات وحا كميدا إساق علي سوبك وإساقو ماركي سامعنه هانجري وسيركي هوري امنيك دولة دا ميلان ايا هادا لو مقعابي إساقو حل ديبان فدرال صوماليات وحا لقد ديجي ماركي سي وسير ايا لقد ديجي دولة دا استيت كميلان اسكو شاندين تان دولة مايلان اي سميسي عبد عسيس لفتا قرين وهاوشو وا اسسار واي وحي كو حيران تهي هاو القلد اللقاء دايو يدكد براوي يمركا قبل كشابي الله هوسي قوان اما قبل اسكشو كان سنة اي اما شاه برادة ميال لفردية ما اهن نمان كان لما قعابي وان نمان لهوبو او تيم صحة ودان يدلقو اوغي هاي اسلام مركاسنا معني دي قودة لقو شبي ديك ديجل يمريفلا نيمة ديك مايلا نيمو ديك ودانيات معنيه ديك قدان اوكوشا قيو سيدي اسبارا لولا دقال ميلها اسباري استياش الرق معنيه سوا افجاري لها نجحا كجرا او قدومي هورا قبل كشابي الله وصا سيروهو دوردن قران آيا او ولال كيسي قري اولي هاي هابر قدير تا اكو ايرارتاي سيدي دي فبر وري كدب او قري اساخ قرو تلاحا كويا لي hubiyal intay saarteen habar ejidu ayirka habar gidir madaxtooyada ay ku duqeyeen iyagoo dhahaaya war macarkayse anagu digli mirif la garanahay war guriyaha kale macnay saarta hada rabtaan anaga guriyeen amaan no siya laga diiday markii dambana waxa weeye dhalinyaradii la laayay hubkana laga qaatay ciilkaasi macnay carada la faariyoomay garanaya gudadkooda gudoonkii hore gobolka shabeelaha hoose ah
معنيه ayaa hata wasiir laga dhigay isku shaandheyntaan waa isku shaandheynta tuuta ayaa laha tuuta ma taqaan adiga hawl gal yaani nin habada ka soo noqonaayo lama rabo nin markayse macni guri jiifanaayo lama rabo dalka iyo dadka iyo diinta state ka loo shaqeynaya macni lafta gareen tuutu xiranaya rag markayse sidii soo kala tuuta la xiranaya dhulkan xoreynaya ayuu markayse macni wasiir ka dhigay meel loo kala haraayo ma jiro ama furinta lagu wada dhamaanaya dekedii ayaa macnihi wax lagala soo degi kaluunkii baa lala soo baxaya cambiyi babaygii baa la difaaci ama waxa weeye waa la degi siyaasadda waa noocaas hadda 3,000 oo digli mirifla ah oo ciidamadii dawladda federaalkana baydhabay gaareen saacadii ugu dambeeyay xalay toole iyaga oo ma arkayse garab iyo gaashaan u ah dawladdooda doonayana in ay ma arkayse macnihi hawiyaha ka saaraan dhulka digli iyo mirifle ku soo duulay iyo canaasiirta hareeraysay deegaamada Mainland degme iyo makacda Jabad iyo Tuulo marka isku shaandheyntan macna badan bay leedahay miisaankeedu uu culus yahay wareysiga xalay uu dhiibay madaxweyne lafta gareen iyo isku shaandheyntan iyo markayse macnihi jidadkii oo la furay iyo go'doonkii oo dhamaanaya waxaas oo dhan waa wax isku aadan marka hadda nimankii siyaasiinta iyo odayaashii hawiye ay yiri dhilla idin dhashay dhilla ku dhashay bal waxay soo kordhinayso aan aragno haddii ma arkayse dad lagu haysan karo iyo haddii ma arkayse qaranimo Soomaaliya dhilladii idin dhashay wasa qoomiyad dhan haddii sidaasi afxumadaasi macnaheedu lagu maamuli karo dal aragane qof adiga 9 bilood aa ku dhalatay oo kale ku dhashay inaad tiraadid dhilladii ku dhashay was gurigaagan kugu maamulaya aqliyada noocaasi garan maayo oo AK-47 adoo haysta isagana AK-47 kan aad haysatid oo kala haysta ragna lama yiraahdo waa ku dilaya ee waxa la yiraahdaa ma is dilayna lama yiraahdo ragga waan ku deynaya ee waxa la yiraahdaa aan is deyno laakiin daladii ayay seegtay oo dab iyo naar doontay siyaasiinta hawiye aqli ay dadka kula heshiyaan ma qabaan kaligoodna isma wadi karaan waa kuwa baydhabo jilbaha soo dhigtay oo toogtamaayay booyayay Cabdikariin Xuseen Guuloodo u dambeeyay aaway saacadnimadii aaway habargidirnimadii aaway macnihii fanki ma arkayse laga doonay burtinana lala aadi waayay gaalkacyo airportkeeda walaalayaal isku shaandheyntaasi haddaan kuu soo koobo waxa weeye annaga haddaan digli iyo mirif la nahay dhulkeenaan u soo tashanay weeye hawshaana way isa saaran tahay aniga warkaan idiin sheego kaftan ma ahan waa xaqiiqo weeye lafta gareen iyo dawladdiisu way ku biyo keenayaan isbaaristayaasha fursadna ma siinayaan waxa weeye hadday shabaab ku soo gambadeen iyo haddii dawlad ay ku soo gambadeenba farda la isugu joogo la isuguma faano xasan sheekh maxamuud markaa aan ku xilin doonaa ayuu watay imaam daahir waxa weeye abgaal ayuu watay xasan marka wuxuu ka caraysan yahay laba qodob daraad ma arkayse markii odayaasha ay ku dhaheen xasanow macnihii haddii aad jawhar u socotid walaalow waa ku raacaynaa dadkaasaan nabadaynaynaa markay ku dhaheen xasan sheekh maxamuud waa uu diiday odayaasha abgaal wuxuu ku yiri raaci maysaan mana idin raacayo macnihi in fiiriya xasan sheekh maxamuud odayaasha inuu raacana uu diiday in lasoo dhexdhexaadiyo cabdulla caruune iyo maxamed muuse wacbuudhan hartay abgaal sidoo kale in ay ma arkayse ay raacaanna waa uu diiday wuxuu yidhi mana iraacaysaan adinkana idin raaci maayo sidaasay ku kala tageen odayaasha way caroodeen xabadii oo socota in madaxweynaha uu diido in ma arkayse ay raacaan oo la dhexdhexaadiyo waa tii jawhar uu ka degay oo iska soo noqday guryo oo la gubaayo siqiiradii oo la qalaayo waxba aan la isu reebanaynin xasan sheekh maxamuud ciyaartiisa markay meesha martay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa dhaqaajiyey odayaashana wuxuu ku yiri waa israacaynaa imaamkiibuu watay imaam daahir odayaashii waa uu kaxeeyey wuxuu ka degay cadalle waxay ka degeen kadibna warshiiq xalay xasan sheekh maxamuud waa tii uu u hoyday warshiiq maantay caradii way kala degan tahay dadkii guryaha iska gubaayey saqiirada iska qalay waxba isuma reeban abgaal naaga uur leh xataa macnihi caloosha laga soo daadiyey ilmihii ku jiray iyo la isku dilay ma arkayse guryo la gubay cooshada la gubay xoolo la iska qunsaday waxba aan la isu reebin bal oo kale abgaaltana isku dhigay macnihi la ogaa shalay markay ka degeen xalay toole maantay caradii waa nabad xabadii way joogsatay
وحوي الشيخ شريف يمارك يسي عضياشي أبقال بارنح قلي حسن مرك وحوك عريسي هاي يا يعني عضياشي أن كدي دي إن أن أنا أقول راعه أما إراعان يا شيخ شريف شيخ أحمد بيراعين دقال كينا ويجوجين مرك حسن شيخ محمود ماشي هاسي وجقه وحوك لكل مي دقال كي أو سعودو تقي ونصون نقضي وحوك مردهن شيخ شريف أبحي عضياشي حبدي ويجوك ستي odayaashii way tageen odayaashiina wajigi macni wajiga uma hayaan uu ku ceeboobay dadkii abgaalna uu ku ceeboobay xabadi oo socota ma dhaxdhaxadinin xabadi oo socota jawar ka dagay uu soo noqday hada ma fahmaysa xalay marka xabadan joogsatay buu ka xun yahay oo sheekh shariif iyo odayaasha abgaal ay joojiyeen tani waa warbaahinta SMC oo xaqiiqada mar walba aad kala kulantaan walaalayaal madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xalay toole caru la faariyoomay aad buu carooday odayaasha abgaal iyo xasan sheekh maxamuud oo meeshaasi waan waanta nabadda ka riday marka xasan sheekh maxamuud nabad shaqadiisa ma ahan xataa beeshiisa abgaal saqiirado iska qalaaya in la dhexdhexaadiyo oo nabad ay ka dhacdo ma ogola qodobkaas isaga waan ogaanay ka soomaali waxay ka sugtaa waa hoog iyo balaayo iyo dil iyo dhac iyo isku dir waa warow waa namin war waxaan ku soo koobayaa isku shaandhayntan macno badan bay u yeelan kartaa xorriyadda madax bannaanida state ka mainland mainland tootay gashatay way dhaqaaqday ya markay say raxweyn xarbi gashay adduunyo maxamanaysay ahaan jirtay marka hadda military ay taagan tahay military ay taagan